بسم الله الرحمن الرحيم. راح أشرح لكم مثال عن الفانكومايسين. لما حكيت لكم في البوستولوجي اللي هو حكينا عنها، البوستولوجي اللي هي عبارة عن علم دراسة الجرعة الدوز. فهلأ كان في عنا ثلاث مصطلحات حكيت لكم، هدول راح أشرح لكم عنهم بمثال وهم جدا مهمين. أول مصطلح ماكسيمم سينجل دوز، المصطلح الثاني ماكسيمم ديلي دوز، والمصطلح الثالث ماكسيمم دوز فور كورس اوف تريتمنت. بدنا ناخذ مثال الفانكومايسين عشان احكي لكم متى كانت سنجل، متى كانت ديلي، وبالنسبه للكورس اوف تريتمنت كاملها. اذا اول وحده اللي هي عندنا بحكي لك انه فانكومايسين لما بدي اعطيه لمريض بعطيه 10 ملي جرام 10 ملي جرام بير كي جي بير داي فور 14 داي. الانترفال بتوين الدوز الاولى والدوز الثانية 12 day. إذا between the first dose والsecond dose لازم أترك 12 hour. لو على سبيل المثال أخذت أنا patient weight اللي هو 50 kilograms، كيف بدي أعطي هذا الدواء؟ باجي بفضي مباشرة 10 milligram للمريض اللي وزنه 50 kilograms 10 ملي جرام بضربهم في 50 kilograms بيعطيني 500 milligrams. تمام 500 ملي جرام بير داي. إذا بدكم تفصيل أكتر وين راحت الكيلوغرام باجي بحكي 10 ملي جرام بتساوي 1 kilogram. بالمقابل المريض اللي وزنه 50 kilograms كم بيساوي بالملي جرام راح اعطيه؟ بعمل عملية ضرب تبادلي، بحكي 10 ملي جرام ضرب 50 kilograms على 1 kilogram وتساوي، رح يطلع الجواب بالمليجرام. كيلوغرام بتروح مع كيلوغرام بيضل عندي مليجرام. 10 ضرب 50 500 milligrams اللي هم اللي طلعوا معي أنا هون 500 milligrams. تمام 500 milligrams per day اللي هي day، يعني الday عبارة عن 24 أور 24 ساعة. طيب نرجع للمثال اللي هون بالكلام، بحكي لي انه انا 10 ملي جرام بير كي جي بير داي اللي هو الجواب تبعي طلع عبارة عن 500 ملي جرام. هاي الدوز اللي لازم ياخدها المريض بير داي كل اليوم. الداي عبارة عن 24 أور. إجا حكالي هون إنه الانترفال بين الفيرست دوز والسكند دوز 12 أور، يعني بدي أقسم الأربعة وعشرين ساعة لانترفال الأولى بين الفيرست والسكند 12 أور اللي هو رح أحكي على 2 12 ميد داي رح أعطي الدوز الأولى، و 12 ميد نايت رح أعطي الدوز الثانية، مكان البيناتهم كان عبارة عن 12 ساعة 12 hour. تمام ممتاز. لما حكينا هون 24 hour و 12 حكيت أنا 500 على 24 hour، كل واحدة منهم كم بتاخد؟ بما أنهم هم تنتين فرح أقسم على 2 رح تيجي 250 milligrams بير ايتش دوز لكل دوز واحدة منهم. تمام نرجع لكلامنا، لما صارت الانترفال 12 اور اجا واخذ 250 ملي جرام اللي هو نيجي هون ماكسيمم سنجل دوز. السنجل دوز الوحدة اللي كانت كل 12 ساعة كيو 12 اور، ماكسيمم ديلي دوز اللي هي كانت كيو 24 اور،
وبالنسبة للكورس اوف تريتمنت حكالي كل كم 14 داي هون كيو 14 داي تمام كيو 12 اور سنجل دوز كم كانت 250 ميلي جرام كل 24 اور الديلي دوز مجموع اللي اخذوا المريض خلال اليوم رح يكون مضاعفها 500 ميلي جرام ورح نحسب كيف خلال 12 اور رح امحي اللي هي هون كانت 500 ميلي جرام وهون كانت 250 ميلي جرام لما حكينا بير داي 500 ميلي جرام بير داي بدي اضربهم في ال 14 في ال 14 داي اللي هي فترة الكورس كامل كورس اوف تريتمنت كامل والجواب بيطلع 7000 ميلي جرام اللي هو جواب ماكسيمم دوز فور كورس اوف تريتمنت 7000 ميلي جرام ملخص سريع للي انا حكيته اهم اشي عندي تميزوا بين سنجل دوز ديلي دوز كورس اوف تريتمنت سنجل دوز الجرعة المفردة الواحدة الديلي مجموع الجرعات اللي رح ياخدها المريض خلال اليوم الكامل اليوم الكامل عبارة عن 24 ساعة لكن السنجل دوز في ادوية يمكن اعطيها كل 8 ساعات في ادويه يمكن اعطيها كل 12 ساعه في ادويه يمكن اعطيها كل 6 ساعات فهذا اللي هو السنجل دوز ماكسيمم دوز فور كورس مجموع الديلي دوزز خلال فتره العلاج كامله في ادويه اسبوع في ادويه 15 يوم في ادويه 10 ايام في ادويه 3 داي فهذا اللي هو ماكسيمم دوز اوف كورس شكرا